هاي شو هتسوي؟ هاي الصورة راح أعطيك عليها 100 ليرة حتى تحرق. شو رأيك؟ فيك شيء؟ لا ما في شيء بالعكس. أنا بتحداك إنك تحرق هاي الصورة ب 100 ليرة. ليش؟ لا أعطينا بدك تحرقها. لا ما حرقها، فيك شيء يا أخي. صلي على النبي يا أخي. هات الصورة. بدك تحرقها، بعطيك 100. ولا 150. ولا مليون. 100 دولار؟ 100 دولار. حيوان انت؟ لا. حيوان انت؟ لا. هاي الصورة ده حرام انا؟ طلع برا. طلع برا ولك. مقابل 100 دولار. طلع برا. مقابل 100 دولار. طلع برا. طيب اعطيني الصورة. طلع برا يلا شيله بس اعطيني. هاي مالي يديك طلع برا. هاي بس اعطيني الصورة. طلع برا. طلع برا يلا. هاي بس الصورة. يلا يا برا. بس الصورة. طلع برا. هاي بس الصورة. ممنوع طلع برا. طيب خذ بس. طلع برا بلا ما اعمل. هاي الصورة ده كان حاجة يعني. ارفع هي جائزة 100 دولار. والله. لا لك حاجه شوفك ليش فهمت اخويا هي مصاري خليهم بجيبه لا هذه الصوره خلص ما بدك مصاري خليهم بجيبه ما بدك ما بدك بس اعطيني الصوره اعطيني الصوره بس الصوره طب في معنى تحدي تحدي تفضل في معنى قداحة امسك احرق الصوره مقابل 100 شيكل مقابل قديش 100 شيكل بحرقك انت ولا بحرق الصوره بحرقك انت ولا بحرق الصوره لا يا طب بالنهايه صوره بحرقك انت ولا بحرق الصوره واحترم لسانك ماشي بالنهايه صوره احترم لسانك بحرقك انت ولا بحرق الصوره القداحة تبعتك السبب لن يكل همه ان يستقل او يبي او يبي يلا روح من هان روح من هان بالنهايه صوره يعني انت مش حارق ممكن نطفي الكاميرا وتحرقها عادي مش من الاعلام يعني. انت مجنون ولا بتتهابل انت مجنون ولا بتتهابل انا من قال نعم للكرامه والاباء لا انا احرق صدام حسين تحدي بحرقك انت انا بقول لك اتعصبنيش زياده عن اللزوم موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك اكسبه معانا بالدولار بالدولار تمام اول حاجه معانا في التحدي ده علم ايه العراق العراق تمام امسك علم العراق دي صورة مين؟ صدام حسين تمام مين اشجع واحد فيكم؟ انت تمام امسك الولاعة دي لو ولعت في اي حاجة من الاثنين دول تكسب معانا ال 100 دولار مع صاحبك اهي لا يا عم دي فلوس يا عم ولع يا عم ولع في 100 ثواني ثواني بس ولع في اصحاب العراق يا عم ولع في العراق واحدة 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 ليه اصحاب العراقيين احسن انت بتهزر ولا بتتكلم فلوسك امسك فلوسك وروح بيتك ما حدش يعرف ولع في 100 يا جدعان السلام عليكم يا شباب ازيكم عاملين ايه حابين تكسبوا معانا 100 دولار تمام اول حاجه ده علم ايه العراق امسك كده علم العراق امسك كده دي صوره مين صدام حسين صدام حسين طبعا صدام حسين اللي هيولع في ورقه من الاثنين دول هيكسب معانا 100 دولار تولع في تولع في واحده من الاثنين طبعا تولع في يا عم ده العراق ودي بقول لك 100 دولار عايزين 100 دولار لا طبعا يا عم عرب واحد يا عم يعني ولا لو 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 انا ضعفت لك المبلغ وخليته 500 دولار ولا ولا اي دروس يا عم العراق انا اخواتي يا عم طب خلاص يا عم بلاش العراق ويولع في صوره صدام ولا صدام ولا صدام يا عم الناس دي على دماغنا يا عم سلام عليكم يا صاحبي ازيك عامل ايه حابب تكسب معانا 100 دولار عشان اقول لك انا عشان ايه اول حاجه ده علم ايه العراق العراق تمام دي صورة مين؟ صدام حسين امسك الولاعة دي لو ولعت في أي ورقة من الاتنين دول تكسب معانا 100 دولار 100 دولار أيوة لو ولعت في لو ولعت في مين؟ في ال في في الورقة في أي ورقة من الاتنين دول تكسب معانا أنت بتقول أنت بيتهيألك إن حد بس 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 يا عم جماعة